شغل طلع طلع اوكي اوكي واخيرا وصلنا الشط. والله الحمد لله على السلامه يا شباب. تقريبا ساعه والله ساعه ونص تقريبا ساعه ونص بس والله ايش يعني من الاخر يا ابو اسامه راح عليك نص عمرك او والله يا أبو كله والله يا ابو يلا سامة. صور صور طلع مسك الطريق الجميله هاي. مرحى مرحى يا فايا بيتش دير بالك واخيرا سبحان الله سبحان الله وهذا هو بايا بيتش بعد مسير دام اكثر من ساعه